وبالرباط دائما تم إطلاق أول مخطط عمل وطني لمحاربة ومراقبة أمراض الثلاسيميا بغلاف مالي يناهز 18 مليون درهم. ويهدف هذا المخطط إلى التقليص من الحوادث والإصابات والوفيات بسبب هذا المرض. والتفاصيل مع عمرو الفرجي. إنه ورش وطني حول الثلاسيميا تحضره وزيرة الصحة إلى جانب أسر المصابين بهذا الداء وعدد من الفاعلين في جهود محاربته، والهدف تكثيف العمل ضد هذا المرض الوراثي جد المكلف، وعدد ضحاياه يفوق 300 على الصعيد الوطني. من كي تولي الثلاسيميا وراثي، من كي تولي الثلاسيميا حامل الثلاسيميا كل شهر تياخد هذاك الدم ديالو وداك الشيء، ولكن المشكل عندنا فين كاين؟ ماشي في الدم، المشكل كاين في هذاك الدم، في الحديد. هذاك الحديد كيتزاد كل فين كتزيد داك كتزاد الحديد بزاف، كيولي في القعر الكبدي كيوصل الدري، خاصو واحد هذاك الحديد اللي بغينا نحيدو باش الدري يعيش حياة سعيدة ومزيان، خاص هذاك الدواء، واحد الدواء خاصو يكون سميتو ليك الزاد، غير هو مكلف بزاف. وقد تصل التكلفة السنوية للمريض المصاب بالثلاسيميا إلى 120 ألف درهم. وبمناسبة ورش اليوم والإعلان عن أول مخطط عمل ضد أمراض الهيموغلوبين وعلى رأسها الثلاسيميا، تم الكشف عن تخصيص الوزارة الوصية لغلاف مالي لمحاربة الداء بقيمة 18 مليون درهم. أغلبية العائلات اللي عندهم أطفال مرض بهذا المرض أغلبيتهم فقراء، وكيعيشوا في مناطق يعني خارج المدن. المشكل المادي انهم التنقل ما كيقدروش يتنقلوا، لان كيجيو حتى للمدينه الرباط باش يعالجوا الوليدات ديالهم، الوغ كو ما كيلقاوش حتى باش يتنقلوا. حنا بغينا نقربوا هذه الخدمات اللي على جميع الفئات باش ما نبقاش تزادهم تكاليف ومصاريف التنقل. فاحنا غادي نحدثوا يعني وحدات جهويه، وغادي يكون هناك حلقات التكوين اللي غادي تبدا عن قريب باش نكونوا الاطباء والممرضين باش يقدروا يتكفلوا جهويا بهذا الامراض. ومن بين برامج المخطط الوطني ضد الثلاسيميا التركيز على عنصر الوقايه من خلال المراقبه قبل واثناء الحمل، خصوصا في حالات زواج الاقارب، وهو ما مكن عددا من البلدان المتقدمه من تطويق هذا المرض، بل وفي احيان كثيره القضاء عليه نهائيا.